مرحبا، اليوم الفيديو رح نفرجيكم لعبة الحبار. موجود فيها كل الألعاب اللي موجودة بالمسلسل. ويلا خليكم مع الفيديو. رح نشرح لكم كل مرحلة كيف تنلعب، يعني لأنه في مراحل صعبة شوي. هيدي هي من برا، شوفوها. هلا عم نفوت على اللعبة مثل ما شايفين، وهيدي لعبة السكر اللي هي أكتر لعبة شهرة المسلسل من بعد لعبة الجرين لايت وريد لايت. هلأ عم نلعبها، لازم نخلصها بلا ما نتقر بالمثلث أو من برا. شفتوا أنا خسرت. هلأ لعبة جرين لايت ريد لايت، وقت يكون في ريد لايت او يحطوا ستوب لازم نوقف، وبعدين نمشي على الجرين لايت. ها بتكملوا ليخلص الطاق. في هيدي كمان ما بعرف شو، يمكن تجمع نقط، بس اللي فوق اللي خطرة بتجمع زائد 10، والبنفسجية بتجمع زائد 8، والحمراء زائد 5. وهيدي لعبة شد الحبل، لعبتها كذا مرة لعرفت كيف تنلعب. انتو لازم تضلكم تكبسوا لتضلكم بين الفلاشات، اذا نزلت بتنزلوا، اذا طلعت بتطلعوا حتى تربح. هيدي لازم تمشوا على الزيزات الخضر. هيدي لازم تدقوا وقت تطلع تدقوها. هيدي اصلا كمان ما خاصة بالمسلسل، وهي كمان ما خاصة بالمسلسل، بس انتو لازم تنزلوا الطابة وتجي بقلبها مثل هيك. وهيدي اللعبة اجت بأول حلقة، لازم تجي عليها وتكبسوا. وقت تجي على الخضرة تكبسوا هون حسب الشكل الأخضر الموجود على الأرض. لازم تكبسوا على الأشكال اللي قدامكم حتى تتعدوا المرحلة. بس بالبرايمي هيدي ربحناها، لازم تضلكم عالزيح الأبيض. إذا طلعتوا وضليتكم كتير وقت على اللي فوق أو على اللي تحت رح تنكسروا وتكسروا. هلأ بتضلكم مكملين، بعدين لازم تجي على الخضرة. وقت تجي على الخضرة لازم تكبسوا على الشاشة وبتربحوا الطاق. هيدي تبع القلة لازم تجيبوها أبعد منه مثل هيك، لازم بس تعلو لفوق، بس بتسيحوا التوتي لينبو. بهيدي اللعبة حسب ما بتنكبسي انتو لازم تكبسوا وراها، يعني لازم تحفظون تكبسوا وراها أول مرة 3 وتاني مرة 5. هيدي تبع القلة لازم تحطوا قد ما بدكم، وإذا حطيتوا قود يعني 2 يعني مجويز، وإذا أفن يعني مفرد. هان لازم تقتلوا هيدي، إذا ما قتلتوها هي بتقتلكم. لازم تحركوا الشاشة حسب ما بتطلع، بتقتلوها 10 مرات. هان لازم تضربوها على إيده، مش لازم تخلوه يضربكم على ايدكم. وبهيدي لازم تمرقوا بلا ما تلقطكم. وهون بدكم تشوفوا وقت اللي تنفتح ايهم مثل بعض، وبعدين انتو تفتحون مثل ما حافظين، واذا مش حافظين اعملون هيك حيلا بيطلعوا لكم على الحظ. هون لازم تجوا على اللون اللي حاطين فلاش عليه وتشوفوا الوقت هونيك. وقت يخلص الوقت بيفتحوا لكم اللون الجديد مثل هيك. صارت 2-1 وربحنا.